مرحبا يا احلى متابعين، اشتقت لكم كتير. طبعا اليوم رح نعمل مع بعض صوص الطحينية بالليمون. طبعا انا جربته بس على الكفتة، فاليوم رح نجربه مع بعض على الشاورما. بس قبل لا نبدا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وهلا راح اوريكم الشاورما كيف. وهي الشاورما طبعا سخنة كتير، فرح اجيب فوطة لحتى امسكها. وهي جبت، وشوفوا كيف منظرها بشهي. وقبل ما نبدا لازم ناخذ اهم اشي، واللي هو نجيب صحن. جبنا صحن، رح نستخدم طحينية بيضة، وبتضيفوا طحينية على الكمية اللي انتو بدكم اياها حسب الرغبة. وهلأ بعد ما ضفنا الطحينية لازم نخففها بالمية. بعد ما خففناها من بالمية بتبلشوا تخفقوها لحتى يصير معنا القوام يعني حلو. هلأ بعد ما خفقناها شوفوا كيف بضلكم تخفقوا فيها. هلا بتستخدموا ليمونة ولازم تعصروها. هلا بعد ما عصرتها بتديروها على الطحينية، وانا ولازم تعصروا كمان ليمون. احنا عصرنا ليمونة، الحين رح نعصر ليمونتين. وهي الليمونة الثانية. وبعد ما تضيفوا الليمونتين بتبلشوا تخفقوا فيها، تخفقوا حتى يصير القوام حلو.